ما هي تأثير الحركات الفكية على الإطباق؟ لماذا يجب تسجيل الحركات الفكية؟ ما هي الاعتبارات اللي نحن ممكن نستفيد منها من خلال ما درسناه، سواء من عوامل أو من حركات فكية وترجمتها لعملنا من خلال تنضيد الأسنان والحصول على الإطباق في الأجهزة الكاملة؟ شو علاقة ظاهرة كريستينسن؟ شو علاقة حركة بنت؟ شو علاقة ميل ممر اللقمة بالإطباق؟ نشوف أمثلة الحقيقة عملية من خلال محاضرة اليوم. في البداية بدي أحكي عن ظاهرة كريستينسن. نحن بنعرف أنه ظاهرة كريستينسن هي الفراغات اللي بتحصل بين الأسنان الخلفية أثناء تقدم الفك السفلي للأمام، حكيت عنها في المحاضرة الماضية. الحقيقة أنه في الحركة التقدمية بعض المرضى ما بيقدروا أنه يعملوا إعادة تموضع للفك السفلي في السنتريك ريليشن، في العلاقة المركزية، وفي السنتريك أوكلوجن الإطباق المركزي بشكل دقيق. نحن لازم نميز بين العلاقة الخلفية السنتريك ريليشن، هي أقصى وضع خلفي للفك السفلي، ووضع الإطباق المركزي السنتريك أوكلوجن اللي هو وضع التشابك الحدبي الأعظمي. في بعض الأحيان المرضى ما بيقدروا الحقيقة يحددوا بالضبط موقعهم، وهذا بيعطينا صعوبة بالحصول على علاقة مركزية واضحة. هون ممكن الحقيقة نتبع نصيحة شايلر. شايلر قال إنه نحن يفضل إنه نصمم الأسنان الصناعية، يعني لما نضدها، مع لونج أوكلوجال فوسا، مع وهدة إطباقية طويلة. فهذا الحقيقة بيؤدي لأنه يحصل تجنب لعملية أي تماس مبكر، بيحصل في عندي تجنب للتماسات المبكرة، وبالتالي بنحصل من خلال اللونج أوكلوجال فوسا أثناء التنضيد أنه نحصل على شيء مسمينه إحنا المركزية الطويلة أو اللونج سنتريك أوكلوجن. طيب شو هو اللونج سنتريك أوكلوجن أو اللونج سنتريك فريدم أو الحرية في المركزية؟ الحقيقة هي معناها أنه المريض بيكون في عنده نوع من الحرية بالانتقال بين وضع العلاقة الخلفية سنتريك ريليشن والسنتريك أوكلوجن من دون ما يكون في عندي أي تماس مبكر، ما يكون في تداخلات إطباقية تسبب قلقلة للجهاز أو إزعاج للمريض. هذا الحقيقة كتير بيكون مناسب مع بعض المرضى الاضطرابات العصبية العضلية مثل داء باركنسون. مثال تاني عن تأثير الإطباق على أو الحركات الفكية على الإطباق والعوامل المؤثرة على الحركات الفكية، نحن مثلا عندنا المسافة بين اللقمية. لما يكون عندي مسافة بين اللقمتين صغيرة تقريبا يعني أقل من 96 مليمتر، فهون لازم نحن نعمل الحدبات ستيب، لازم نعمل الحدبات عميقة مثل ما أنا شايفية منحدرة. أما لو كانت المسافة بين اللقمتين كبيرة فوق 96 مليمتر، فهون لازم نعمل الحدبات شالو كاسب، لأنه لو ما تقيدنا بهذه القاعدة راح يكون في عندي تماسات مبكرة early contacts، فتعمل interference أو تداخل مبكر، يكون في عندي قلقلة للجهاز. بشكل عام نحن لما يكون عم نحاول نعوض أسنان عن مرضى عندهم مسافة أكبر من 96 ملمتر بين اللقم أو بين الكاندلز، ممكن الحقيقة نعتمد المبادئ التالية بشكل ملخص. نحن بننحت الميازيب والارتفاعات بحيث الميازيب اللي هي الجروفز والارتفاعات اللي هي الريتش، بننحتها بحيث تكون more distal في اللور restorations في الفك السفلي. أما الأوكلوجال جروفز الميازيب الإطباقية والريتش فمننحتها more mesial، نحاول نجعلها أكثر mesial في الفك العلوي. بالنسبة لحركة بين، طبعا حركة بين حكيت عنها هي ممكن قياسها في الجانب العامل أو الموازن، لكن عادة نحن من قياسها في الجانب الموازن أو البالانس سايد. بحركة بين ممكن يحصل عندي، طبعا هو بيحصل عملية شيفت سايد شيفت، انزياح جانبي. منقول عن هذا الانزياح أنه آني، وهذا بيحدث في 86% من الحالات، يعني معظم الحالات نقول عنه آني إذا كان عندنا انزياح الفك السفلي يحدث قبل التقدم، قبل عملية الفورورد موفمنت في الجانب الموازن في البالانس سايد. عادة بيبلغ هذا الانزياح أو هذا الشيفت تقريبا 1 مليمتر. مثل ما أنا شايفين نحن عملية الانزياح الجانبي تسبق عملية التقدم، بتكون تقريبا قيمة 1 مليمتر، بعدها بيحدث عملية التقدم. بالنسبة للشيفت هذا منقول عنه early، ما منقول عنه immediate، لما يكون عم يحدث بأول 2 أو 3 مليمتر من تقدم الفك. لو حدث خلال 4 مليمتر فوقتها بنسميه نحن distributed. لو كان بيحدث بعد 2 إلى 3 مليمتر من التقدم، يعني بيحدث تقدم بعدين بيحدث 2 إلى 3 مليمتر شيفت، فهذا بنسميه نحن انزياح
متأخر. كمان هاي الأمور مهمة. ليه؟ لأنه حركة بنت وزاوية بنت تحددان كونتور الأسنان الخلفية. لو زاوية بنت أعمق، يعني زاوية بنت كانت أكبر، فيجب هون أنه نحن نحط ارتفاعات أو نوضع ارتفاعات الأسنان الخلفية ميزيلي في الفك السفلي وديستالي في الفك العلوي وبشكل مشابه أو بشكل مماثل. لو كانت حركة بنت أو السايد شيفت هذا اللي حكيت عنه أكبر، فإن حدبات الأسنان الخلفية يجب أن تكون أقصر. ليه؟ مشان ما يحصل عندي أي كونتاكت، لأنه عم يكون في عندي انزياح أكبر، فبكون في عندي إمكانية لحدوث تماس مبكر أكبر. فهنا لازم نحن أنه نعمل الحدبات الأسنان الخلفية بحيث تكون أقصر، ولازم تكون الأوكلوز الفوسة أو الوهدة الإطباقية أحرض لمنع التداخلات أثناء الانزياح. بنفس الشكل السطوح اللسانية للأسنان الأمامية لازم تكون أكثر تقعر لما بيكون عندي انزياح بنت أكبر، لما بيكون عندي شيفت بون موفمنت أكبر. بشكل عام نحن بنستخدم البانتوغراف لتسجيل الحركات الحدية للفك اللي حكينا عنها في المحاضرة الماضية. هو عبارة عن جهاز خارج فموي بيعمل تسجيل للتريس للأثر، مكون من عادة بيكون 6 أطقم من الإبر والفلاكس، 2 أمامي و4 خلفي. طبعا هناك كثير من الطرق لتسجيل الحركات الفكية ما راح أفصل فيها، ممكن من خلال الألتراساوند، ممكن خلال الأكسيلوروميتر اللي هو جهاز بيعرفوه مهندسي الكهرباء بشكل كبير، ممكن استخدام الفيديو فلورسكوبي، ممكن أو هو اللي بيسموه بكاشف البلع أو بلعة الباريوم، السيني راديوغرافي باستخدام المادة الظليلة، ممكن أيضا بالأركوس ديجما. الأركوس ديجما هذا اللي بالشكل هو جهاز من كافو بيلبسه المريض، والحقيقة بيشبه القوس الوجهي مثل ما نشافين، بيشبه الفيسبو، وبيسجل الأوكلوجن أوف ذا بيشنت، وبيسجل لي أيضا المانتيبولار موفمنتس حركات الفك السفلي بشكل الكتروني. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. بتمنى أنه كانت محاضرة مفيدة. بتمنى بعد ما انتهينا الآن بعض المفاهيم النظرية اللي ممكن تكون شوي جافة لكنها ضرورية، بتمنى من خلال المحاضرات القادمة أنه من خلال العودة للنواحي العملية أنه يكون في أيضا فائدة أكبر، وتتجلى هاي المفاهيم النظرية اللي حكيناها بشكل أوضح من خلال عملنا في أخذ العلاقة أو في تنضيد الأسنان. نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.